عندك حكيت 20 سنة لطفي قلت 20 سنة ديما نمشي يعني جيت في أول الألفينات يعني 2001 2002 أول الألفينات بالضبط أيوه. عندك لو عندك الإقامة الدائمة الإقامة الدائمة مازلت كي خذيتها عندي شهرين إن شاء الله عند الناس الكل يا رب أنا حسب ما حكيت معك قبيلة قلت لي جيت حارق أنت مرة الأولى بالكل جيت حارق أيوه. وقعدت عام ونص هكا عام ونص وعملت الأوراق حل يعني خود ما يكذب عليك أنا ما صنعتش صنعتهاش وحدي جيت يعني ديريكت لقيت الدار خويا وكذا باش نكذب هما برشا جو في جمعة روحوا فهمتني خويا بس فما حاجة مهمة هي في الحرقة ومش مبرمجة ماذا بي الإنسان ما يجيش في الشتاء مثلا خويا أنا شنيا راحت البير نشريها بالمليارات والصبر بيه زاد صبرت فهمتني وفوق من هذا الكل يرى واللي راضى عليه والديه والله تتحل كي يبدا جبل مسك دومينك تعرف دومين الريسك تشوف عبيد يعني بالعشرة بالخمسين سحاب بعد يتفارقوا اون جينيرال اول حاجه ديم ايطاليا فيها الفلوس وفيها الخدمه لوروب بصفه عامه مش اسمع عندي خويا اقدم مني هنا هو اللي عاوني زاد مش واحد يجي راه باش يلقاها كيكة فهمت كيفاش ومن بعد بديت بشوي بشوي الصبر به يعني قيس يكون عاونك من الاول بالتبيع مش نكذب يعني فهمتني يحفظوهم صنعة تو من الناس اللي الكل اللي اقل من 18 سنه اقل من 18 هذاكم ديريكت من لمبادوزا يهزهم يبيتوهم ويعطوهم ما يقارب ذري 70 وروف الجمعة يعني كده يتفاجأ هذه الروب هذه إيطاليا اللي يحكوا عليها ليه شوي بشوي بشوي أما شنية الإنسان يقري النية من تونس الحليل الحليل هو الكل معني يصبر أنا برشة توينسة ننصح فيهم صغار ما يصبرش يقول لي ليه أنا جاي نحب الحرية كيفاش يدخل الروب وعنده كان ربي ما عنده حتى واحد يمشي المسجد يدلوه يعطوه عناوين ينزموا يزوه لكن بسين. يلزم يفرقوا بيناتنا صار وكذا مثلا جي تونسي يحب يكري معاهم يلزم يسألوا تونسي قديم يعرف ويخاف وما نعرفش عليهش مش نيل نقطة على نصيحة ننصحوا زيت ننصحوا إن شاء الله ربي يهدي كما نحن ننصحون أول ما جينا زيت ولكن أنا ما نكرهمش ما نكره حتى واحد ما نكره حتى واحد نحن توين صاروا نحب بعضنا مش نكره ونحقد عليه ونحسد عليه على خطر هو يبيع في الغبر ولا يبيع في الزطلة ولا خطر هو غلط ولا خطر سرق ولا خطر سكر نعم ما نكرهوش بالعكس نمشي ونقعد معاه وننصحه ونوصيه ونجيبه بحذية ونضيفه ونحاول يعني نحاول نساهم نكون سبب على الأقل خليه يرجع لثنية مثلا بس هو زاد كيك بتميق خطر برشا نقمه زاد ينقم يقول لك يا خويا التوينس ولد بلادي بعثوني ونفخوني ما على بالهمش بيا ونحن خايبين في بعضنا ونحن ما نهردوا بعضنا ونحن ندرسنا يخزر لك قدوة كيف بدا راحت ناجح يخزر له وينص يقبل النصيحة وفم اللي ما يحبش هذيك هذا يا عالم تونس لطفي صاحبنا ولد حي الفتح من تونس طلعت له داره بروبرو هنا في الحومه وطلعت له داره حبيت نبدا بالعالم تاع تونس وهذا يا عمنا لطفي لطفي سلام لطفي ميلانو باو اسمه الحقيقي مش مش لطفي ولا محاله لكن هنا عنده قداش عندك لطفي 20 سنه اكثر 20 عنده 20 سنه يعرفوه باسم لطفي ميلانو هاي يا اخويا نهبطوا الحومه لطفي ونكملوا موضوعنا البر سلام هاي يا اخويا برا عندهم سيب اكيا وهنا باش نخرج من الحكايه نتاع العباد تسكن في الخرب قبلك ودار شنو هو الريق هذاك اللي يحكيو فيه الخرب بلا والو استاذ دارهم دارهم فاتحوا دنيتو جو احلى جو اموره في العمر برا اخويا برا شوفوا يا رب كل شيء برضاك الوالدين يا اخويا بسين هذه الحومه نتاع لطفي نشوف يعني بالله خلينا نصور لها الدخله شوف تبارك الله محلاها نظيفه تقول تدخل تسكن في اللاك دو يا صاحبي في تونس ولد الشعب ولد الحومه شعبي فرز اللهم صل على النبي الحومه هاي نظيفه برشا تبارك الله بشوي الساعة شو من هنا لا لا هذه الحومة لا لا لطفي تريد الدومة من هنا سي ايجي اخوي يقعد هنا خلينا نحكي معك شوية هاي تفضل ومن بعد هذا الحومة الجيران يدوم هنا يسكنوا مغاربة حومة نظيفة برشا هك تشوف كالم رايضة في السطر مواصلين اللهم صلي على النبي رايضة 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 بروبريو كالم جو احلى جو لطفي خلينا نحكي معك خويا درايج هكاك نحكي ونسرك شويه حكايات ومن بعد نمشيو عندك حكيت 20 سنه لطفي قلت 20 سنه ديما نمشي يعني جيت في اول الالفينات يعني 2001 2002 اول الالفينات بالضبط ايوه
مي ديما نمشي لتونس نبقى مده، نبقى 6 اشهر مره بقيت عام فهمتني، ونمشي ونجي لين تو تحصلت على اوراق الدائمه تو عندك لو عندك الاقامه الدائمه اللي توفيتها الدائمه مزلت كي خديتها عندي شهرين ان شاء الله عند الناس الكل يا ربي. فيها يعني فيها قانون يلزم 10 سنين ريزيدونس ويلزم تخدم تدخل في مدخول اكثر من 6000 يورو فهمتني. هذه هي الحاجات، وتعدي امتحان تاع إيطالية اللي هو تيست إيطاليانو، وتستنى شهرين ثلاثة تو سهلت على قبل وتعمل مطلب تاع الجنسية بعد. وانت لطفي توها تسكن في دارك، عندك إقامة دائمة، تخدم جو جوك أحلى جو. أنا حسب ما حكيت معك قبيلة قلت لي جيت حارق أنت مرة الأولى بالكل. إيه جيت حارق وقعدت عام ونص هكا. عام ونص وعملت الأوراق حل يعني قانون بظهر يعني زهر فهمتني تاع كاليج ديني وفيني كنت تذكره. ليجي فيني الريستوران اللي نخدم معاه، نخدم معاه 6 اشهر في النوار وفق لي باش يعمل لي كونترات، وعملت معاه الكونترات وكذا وبقى عامين يدفع عليا. من بعد تعرفت على اللبناني هذا، حليت شركه تاع نظافه يعني امبريزا دي بوليسيه، ناخذ له فيشات كذا ومعايا خدامه يعني حكايه 12 خدام ننظفوا. بقيت تطورت فهمتي كذا. من بعد جت ازمه بعد 4 سنين وليت دخلت في التجاره، انا اصلي نتاجر فهمتني. حليت واحد بوتيك تاع دبش نتاجر وكذا. جتك الفتره تاع من بعد تاع الثوره وليت نمشي ونجي لتونس نهز موتورات تجاره فهمت كيما التوانسي. المهم يعني حرقت جيت قديت اوراق خدمت ببرق جبينك بحلالك الحمد لله. لا سرقت لا اختفت لا بعت المخدرات لا بت لبت في الخرب لا اسمع عندي خويا اقدم مني هنا هو اللي عاوني زاد، مش واحد يجي راه باش يلقاها هكاك فهمت كيفاش. ومن بعد بديت بشوي بشوي الصبر به يعني لقيت شكون عاونك من الاول بالطبيعه مش نكذب يعني فهمتني، والصبر به زاد صبرت فهمتني. وفوق من هذا الكل اللي راه اللي راضى عليه والديه والله تتحل كي يبدا جبل مسكر تتحل في وجه الدنيا الكل. لطفي شنو نصيحتك بما انك انت خبره وسنين وتعدى لي كل شيء وتعدت الحرقه والاوراق وكل شيء تعدى عليك الحمد لله، شنو نصيحتك للشباب توا يعني اللي جاوا حرقوا هنا ومن غير اوراق واللي جاوا حتى باوراقهم واللي جاوا بكونتراتوات واللي في البلاد يحب يحرق اون جينيرال؟ شنو نصيحتك؟ اول حاجه ديما ايطاليا فيها الفلوس وفيها الخدمه، الاوروب بصفه عامه والله برشا لطفي يقولوا فيها هذه وبرشا زاد يقولوا برشا يقولوا راهي بلاد شر ما عادش فيها فلوس وما عادش فيها خدمه. اي الصعوبات الواحد جديد الحاجه من الاول لكن البريمو باسو يعني نقولوا نحن واحد يعطيه خدمه يكذب عليك. انا ما صنعتش صنعتهاش وحدي، جيت يعني ديريكت لخيط الدار خويا وكذا باش نكذب. اما شنيه الانسان يقري النيه من تونس لحليل لحليل هو الكل يعني يصبر فهمتني. كيما الصغار اقل من 18 سنه يجيبوهم يبيتوهم في تاع المينورينيا هذيك يبيتوهم يوكلوهم يحفظوهم صنع تو من الناس الكل اللي اقل من 18 سنه اقل من 18 هذوكم ديريكت من لامبادوزا يهزوهم يبيتوهم ويعطوهم ما يقارب ذري 70 يورو في الجمعة يصرف عليهم يحفظوهم صنعة يحفظ صنعة بعد يشد خدمة على طول ما يبقاش يتنقل من الخدمة لخدمة. تصدق أنت كانت توانسة تفصح ما تقلقش نحن ما نصبروش ما نعرفش علاش ما نصبروش. تزيرية طول المصارة بعد عامين ياخذ صنعة يعطوه دار هو يسكن معايا سوري هنا خو مازال كي جاء عنده عام تو عنده صنعة فيدو يخدم. أنا برشا توانسة ننصح فيهم صغار ما يصبرش يقول لي ليه أنا جاي نحب الحرية كيفاش يعطوهم يخرجوا 8 تاع الصباح يجوا في الليل يقروهم لإيطاليا يحفظوهم صنعة ما نعرفش نحن يعني صدقني التوانسة وشوية زيرية اللي هما ما يبقوش أنا ننصحهم وننصح أي واحد الصبر يصبر يصبر يعني مش مسهلة باش تجي. من بعد كي تتحصل على البريمو باسو بالإيطالية راهي باش تتحل في وجهك إن شاء الله. الخطوة الأولى بالعربي تعمل الخطوة الأولى تو بعد بشوي بشوي إن شاء الله يعني تنصحهم أكثر حاجة بالصبر يصبر ما يجيش مثلا يكذي يتفاجئ هذه الأوروب هذه إيطاليا اللي يحكوا عليها ليه شوي بشوي بشوي يعني باش تفزع تقول أنت تفزع ما نكذبش زادة يلزم يلقى السكنة من الأول يتعب. هما هنا تو 18 سنة يلقى سكنة ديريكت يا في دورماتور يعني مبيت يعني اقل من 18 سنه اقل من 18 ديريكت قاصر قاصر ما يسيبوش هنا يحفظوه صنعه يعملوا له كل شيء. واللي فوق 18 سنه يتعب فوق 18 يلزمك يعني الضربه الاولى اللي عانك يعاونوا بشر من الاول يلقى له خدمه في النوار ولا هو يسكن معاه يسكنه خاطر باش يبيت لبرا باش يتعب
يعني مش يتعدى كل يوم لأوراق يوقفوه على الأوراق فهمتني ويعرف انه ويسأل ويلزم زيادة. ولطفي اللي يقول أنا ملزوز يا أخويا باش نسرق ونبيع المخدرات ملزوز. ملزوز ناس يدي فما بقايا توكل بليش هنا علاش باش يسرق كان مش يحب يعمل يعني جول فسيس في النهار الأول عاد يمشي يريح على جي. أما بالنسبة للماكلة وبالنسبة للمبيتة سي لازم يتحسن. أما كي يمشي للمسجد أي واحد ننصحه كي يدخل لوروب وعنده كان ربي ما عنده حتى واحد يمشي للمسجد يدلوه يعطوه عناوين ينزموا يزوه يجربوا يمشي للجامعة يعني بتاع المنطقة إيه المنطقة أي منطقة انتم هنا في ميلانو عندكم عنا طو في حومتنا فما مسجد هنا فهمتني يدلوا على عناوين يرتاح فهمتني مش إنسان ماشي في جردة تشوف في برشة يعني تواسة زيرية على ذكر موضوع نحن نحكي وذايا إفريقي افريقي يخدم والله شفته يعني انا توا يخدم في المجازا هذه مجازا معروفه في ايطاليا كيف نقولوا في تونس المونوبري ولا المجازا جنرال بنهار لحد اوكي يخدم على روحه يعني لطفي انت اللي يقولوا رانا ملزوزين نحن الله غالب تلزينا باش نسرقوا باش نبيعوا المخدرات يا اخو تقول مش صحيح لا باش علاش باش يتلزي الماكله موجوده بليش يمشي يدلوه يمشي المسجد ياكل بليش مش يا اخي ما هو يقول لك مانيش جاي باش ناكل نجي نحب نعمل فلوس ياكل غرابة يوم ولا الجمعه الثانيه ولا الثالثه من بعد يمشي يشوف ما باش يتعرف على ناس باش يقابل ولد حوم هنا نرجعوا للحكايه اللي قلت انت الاولانيه بكل يلزموا يصبر يعني يصبر الصبر خاطر هما يحبوا الحلول الموجودة كيف ما يقولوا برشا يقولوا يحبوا اللقمة السهلة واللقمة السريعة يعني أخويا بسام فما حاجة مهمة هي في الحرقة ومش مبرمجة ماذا بيه الإنسان ما يجيش في الشتاء مثلا يبدأ في الربيع في الصيف النهار طويل وينجم يعني في دور طب كما نحن في ميلان وهنا شهر اللي فات باردة ياسر تبرد يعني تتوى يا صحيبي تبرد في برد مصر تتوى باش تبدأ البارح بالليل أنا توا في الربيع توا الشهر الرابع باش تبدا يعني تبدا كذا وشنيا كي يجي في الربيع ولا في الصيف نهار طويل ويتحصل على العباد وكذا ديما نرجعوا لكلمه يعني تنصح اللي باش يجي هنا يجي في الربيع ولا في الصيف يجي في طقس سخون يعني يبدو على البرد يجي هنا مسكين يروح يمكن فما برشا جو في جمعه روحوا فهمتني شنو تقول في ايطاليا انت؟ شنو تقول في ايطاليا؟ شنو رايك في ايطاليا؟ شنو ايطاليا؟ يا اخوي ايطاليا بلاد تاع انسان يحب يخدم ويجي ويصبر اللي حاجته به مثلا نحن في تونس ولا في الجزائر شنو يعني شباب يحب دار يحب يعرس يحب كهرباء هناك يصبر وينطلق في الحلال ان شاء الله يوصل اللي حاجته به فهم خاطر كي سكي في توصل تاخذ اوراقك حقوق كل تاخذهم فهمتني هنا يعني كي توصل 10 سنين زي يعني صحيحه المعلومه نتاع يا ولدي اوراق قبل فلوس قبل كل شيء فما عباد يعني بوراقها تصبر فما عباد وصل تجيب فلوس من تونس صبرت وبعد رجعت الدوبل والتريبل شي يحكي يعني جينا نسرق اول حاجه اول قضيه تصير في ايطاليا يعملها اوراق معاش ياخذها روا فهم خويا يعني في الكمبيوتر معاش ما يعطوش امل قبل كانت سهله تونس والحمد لله يعني يصبر هذاك هو جاي عامل برنامج اللي قاصد الحلال راه ينجح وفوق من هذا رضيت الوالدين راهي تتسكر في وجهك تتحل جبل يتحل راضي عليك والديك ما تنساش فاهم ما تحيرش ديما محلوله ويمشي يعني موجوده ميلانو بلاد كبيره كتشوف تو مصارع عندهم جماعتين صبحوا يخدموا شو عندهم جلطين حاطين؟ والله فما جلطين. اخويا انا المصارى ديريكت يهزوا بعضهم، نحن فينا انواع، فما اللي عاون يا بسام عاون عبيد، اخويا ومن بعد جبد رخ وفما اللي كمل وفما اللي اصله ما يعاون. يعني رخ تقول انت عاون 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 اللي ما عادش ينجم. وفما بتبعوا ينجم يعاون وما يعاونش. تبعوا هكاك باش بنعملوه بالسيف كيما يقول لك انا تعبت يا اخويا كذا، وفما اولاد الحلال، فما الناس اولاد الخير و وموجودة محلولة إن شاء الله ربي إيطاليا سألين. أنت شنو أعطتك لطفي الباهي الخايب أعطتني الباهي تعرفت على الناس الباهين وأعطتني فهمت وتعرفت على الناس الخايبين زيد ما كذبش لا إيطاليا إيطاليا كبلد في 20 سنة 20 سنة أعطتك الباهي ولا أعطتك الخايب أعطتني الباهي الحمد لله يا رب يعني إيطاليا تحبها أنت بلغة واضحة إي أنا طب يعني كمشيت دي باريت يعني كمشيت في الحلال تعرفت على الناس اللي يعني يهزوك طريق حلال سواء توانسة ولا فهمتني لاين فاهم تتبع الطريق الصحيح فاهم في الدومينك تعرف دومين الريسك تشوف عباد يعني بالعشره بالخمسين اصحاب بعض يتفارقوا
فهم يتفارقوا وتصير اشكاليه وتصير مشكله في الوسط فما شيطان وفما فلوس فهمتني وكلي وقيل وقال وذيك فهمت اخويا انا شنو رحت البال نشريها بالمليارات فهم رحت البال يا بس راحت البال راحت البال هما ما يفرحوش بها مشاك راحت البال هيك تشوف انا دار نجم يسكنوا معايا انا والسوري وتونسي باص فاهم خويا ان ثلاثه من الناس مرتاحين دار دارك انت هما انت تسكن فيهم معك يعني الدار راهي دارك خويا دار ربي دار الناس كلها لا انا نعرف اللي الدار دارك انت يعني. الحمد لله يا ربي اسمع انا نعرف اللي انت زاد عندك برنامج نتاع الدار الاخرى دي في اللي في اللي بالي بها يعني. ان شاء الله ربي وهذا كل بعرقش بينك بحلالك وصنعت من ضعف قوه الحمد لله والحمد لله يعني ربي هو اللي عايش ما شاء الله وبحلالك والدار ما عندكش دار عندك زوز الحمد لله ان شاء الله عند الناس كل بفلوسك بدنيتك بعرقك بحلالك عليه يا اخوي لاباس كيف الناس وقال الناس المهم انه نحب نوري انا النموذج نوريه الحاجات الباهيه خاطر هما مثلا نحن خاصه نحن التوانسه تنعتوا بالصباع التوانسه معناتها ام غباره ما ادري شنو انا كل واحد حر في حياته ديما نقول شفتوا في ميلانو كل واحد حر في حياته تحب تغبر تحب تسرق تحب تخدم عليا تحب ما ادري شنو لكن لازم يفرقوا بيناتنا صار وكذا مثلا جي تونسي يحب يكري معاهم يلزم يسألوا تونسي قديم يعرف ويخاف وما نعرفش عليهش مش نيه النقط لطفي تو انا كي قلت كلمه هذيا انا راني اصحابي انت ياك تعرف انا اصحابي عندي اصحابي المحامين عندي اصحابي المهندسين عندي اصحابي الطلبه عندي اصحابي غبار عندي اصحابي سرقه عندي اصحابي مجرمه عندي اصحابي سبحان الله كيف هي انا خاطر انا راني هكاك انا وين تحطني تلقاني انا تو شنيك خدمت في السوق في ميلانو يعني السوق يعرفك على الناس الكل فهمتني نهار لحد سبت يجوا العباد الكل عرفنا تويسه وعرفنا اكزاكتومون هذيك اش نحكي لك انا ما عنديش فرق بين صحابي صاحبي المهندس وصاحبي المجرم كيف زوز صحابي وانا راسي وعيني هكاك يا اخوي نعيش انت حسب رايك دابا السام التونسي يتقبل النصيحه نجم يعني نحن زاد نحب نصلحوا الموضوع صعيب شوي التونسي راسه كاسح برشا برجو نحن يعني نحن روسنا كاسح اي كسب السريع يحب كسب السريع هذا جاره يعني قال له معناتها يعرفوا معناتها عنده 20 سنه وقال متبارك الله عليه يعني ولاد عاقل ومبرافو رقاتس وكي باهي والله باهي ما تطليني يحكي عليك هكا يعني حاجه باهية والله ما كلناتها بالصباع ماذا بينا كان تخلصوا منها نحن كل واحد حر في حياته اللي يحب يستجرم اللي يحب يصلي اللي يحب يسكر اللي يحب كل واحد حر في حياته نحن ننصحوا كان فما محاوله على نصيحه ننصحوا ان شاء الله ربي يهدي كيما نحن نصحونا اول ما جينا زيد ولكن انا ما نكرهمش ما نكره حتى واحد نعرف ما نكره حتى واحد نحن التوانسه نحبوا بعضنا نكرهه ونحقد عليه ونحسد عليه على خاطر هو يبيع في الغبره ولا يبيع في الزطله ولا خاطر هو غلط ولا خاطر سرق ولا خاطر سكر لا ما نكرهوش بالعكس نمشي ونقعد معاه وننصحه ونوصيه ونجيبه بحذايا ونضيفه ونحاول يعني نحاول نساهم نكون سبب على الاقل خليه يرجع للثنيه مثلا بس وهو زاد كيك خاطر برشا نقموا زاد ينقم يقول لك يا خويا التوانسه ولاد بلادي بعثوني ونفخوني ما على بالهمش بيا ونحن خايبين في بعضنا ونحن ما نهردوا بعضنا ونحن ما ندرش شنو يخزر لك قدوه كيف بدا واحد ناجح يخزر له يقبل النصيحه وفما اللي ما يحبش هذيك امور اوكي لطفي خويا كلمة الختام باش نخليها عندك انت توا الختام تحب تختم تقول اي حاجة يعني تسلم على دارك على امك خواتك ولاد عمك تسلم على الغالية امي برشا 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 ونعايش برضاها وهي ورضاها وبابا فهمتني سلم على دارنا فهمتني بالقدا بالقدا وعلى ولاد حومتي حي الفتح وعلى التوانسة في تونس وصحابي في ميلان وفي الخارج الحمد لله يا رب بالله نحب نعمل ديديكاس لسعد زرقا انسان من اللي الناس اللي عرفتوا به رزقه يبوحوش من جبل الاحمر ربي يرحمه من الناس اللي عرفت رجال يعني رجال فاهم وهذاك هو اخوي نسلم على الناس الكل اخويا بس اوكي اخوي الغالي برا يا اخوي توا هز كرهبتك وانده على روحك ونتسامع ان شاء الله توا نكلمك لطفي اخويا ان شاء الله وبرا يا اخوي ربي يسهل لك ويرحم والديك ونتقابلوا في اقرب فرصه تشاو اخوي تشاو عايش 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 ع